أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن الفحص الظاهري لظهور حالات نزلة معوية في أسوان أظهر وجود عدوى بكتيرية قولونية نتيجة تناول أطعمة ملوثة أو مياه مخلطة لمياه الصرف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإسكان والمرافق ومحافظ أسوان بمستشفى أسوان التخصصي بالصدقة. الفحص الظاهري للعينات الإسهال يؤكد وجود عدوى بكتيرية قولونية اللي احنا بنسميها إيكولاي أو البكتيريا الشرائكية. هذه البكتيريا هي موجودة في أي شيء ممكن يبقى فيه تلوث، المية لو ملوثة بتنقل إليها، الأكل لو بيغسل بيه مياه ملوثة ممكن تنقل للحاضن وفي الحالة دي هو الإنسان. وده اللي احنا طلعته المعامل المركزية في القاهرة من نتائج لتحاليل العينات اللي أخذت من عينات الإسهال أو عينات القيء أو العينات اللي جاية من المرضى المصابين، ومع طبعاً اختلاف سلالات الإيكولاي أو البكتيريا اللي هي الأشركية بيختلف حدة المرضى، بمعنى أن في الطبيعي أنها تكون حالات إسهال وقيء وارتفاع في درجة الحرارة وغثيان بسيطة، ولكن في بعض السلالات المتحورة، وطبعا دلوقتي بقى الكلام على المتحورات سهل لأن احنا مرينا بمتحورات كورونا، وكما يحدث في الفيروسات يحدث في الميكروبات، وبالتالي اللي أخذ وقت برضو ده رد تاني انتوا سبتونا 6 أيام أو 7 أيام ليه؟ لأن احنا بنعمل تسلسل جيني للسلالات وبنعمل مزرعة للعينات حتى يمكن أن نخرج إلى حضراتكم بمعلومة علمية موثقة على عن سبب هذه البكتيريا التي يمكن أن تسبب الأعراض اللي احنا شفناها.